هي كانت بتعرفها يعني شافتها، ايوه فسألت منها حاليا وعرفت ان هي مقيمة في ابو ظبي، قامت جات على سنه يعني نرجع معاها السودان. طيب هي ما تابت ورجعت لكم يعني وندمت على الكلام ده صح؟ والله ندمت على الكلام ده، لكن على اي هي حال جواها في حاجة كده ما قادرة بره تفهم. جدا. طيب كده قال عندك سؤال تاني للمخرج، كده ادينا سؤالك التاني. عندي سؤال تاني. اي ايوه يلا عندي سؤال تاني. مين ربتنا دي كانت عيانة غلطة في المستشفى ايوه يعني لها زمن، ما صلت في ما صلوات صلت كثيرة بعدها، يعني كانت مريضة مرض شديد يعني كانت بيمنع الصلاة. كانت مريضة في العناية المكثفة، هي ما في غيبوبة واعية، ايوه لكن شنو مركبين لها أجهزة مركبه لها شيء زي يعني ما مثلا كانت فاقد تجربون الوعي والله تتوضا واعي. وتصلي وكذا. لا كانت واعيه قالت مهندس كويس. طيب كانت في كان الوعي يعني، لكن بس في مكان ملانة كذا ما كانت بتقدر تقوم، ففاتت الصلوات لفترة يعني تقريبا اسبوعين حاجه زي جدا كده. جدا. هي خلاص الاسبوعين دي اسمعي كلام الشيخ، اديكي كده ارشاد ثاني مره ثانيه في موضوع والدتك دي ان شاء الله، واديك ايضا ارشاد فيما يتعلق بالفتوى الخاصه بامكم اللي ربتكم انها ما صلت لها قريب اسبوعين. خلاص تبروا تم امكم اللي ولدتكم ما دام جاتكم راجعه واحترفت بيكم واحترفتوا بها، بروها، وكذلك امكم اللي ربتكم كمان احترفوا بها، لكن تورثوا من امكم اللي ولدتكم، ما بتورثوا من امكم اللي ربتكم. يعني لو امكم اللي ربتكم ماتت ما بتورثوها، امكم اللي ولدتكم تورثوها، لان ربتكم تكرموها وتعتبروها، لكن لا تورثوها لا تورثكم. ولو ودتهم هديات هدايا بيقبل الهدايا دي ما فيها حاجة. نعم. السؤال الثاني داك السؤال الثاني قالت أمه مربوت دي كانت مريضة في العناية المكثفة مركب لها أجهزة، لكن هي واعية يعني كانت واعية لكن ما بتقدر تتحرك في سرير العناية المكثفة. أيوة. طبعا الصلاة ما بتسقط من المسلم المكلف مهما كان مريض، مربطوا له الأجهزة لا يقدر يقوم ولا شيء، وفي أجهزة دي يجيبوا له حجر نقيض يتيمم به، وعلى اتجاه راقد به ما شرط على القبلة، على اتجاه يصلي بحركات كده ودعاء كده الله اكبر الله بين عيونه يصلي ما يترك الصلاه، لان الصلاه ما بتسقط من الزول طالما عقله فيه. اما اذا كان دخل في غيبوبه سقطت عنه الصلاه اثناء الغيبوبه، زول مبنج 5 ساعات 10 ساعات بيعملوا في عمليه مبنج، اول ما فاق من البنج تقف عليه الصلاه. هل يجوز الصلاه نيابه عن الزول؟ لان زول المريض ومات ممكن نصوم عنه، لكن اجمع العلماء على ان لا نصلي عن ذول حي ولا ميت صلاه الفريضه بالاجماع. ما بيجوز ان نصلي صلاه الفريضه عن حي ولا عن ميت. لكن الزكاه ابونا كان ما طلع الزكاه نطلع عنه، وكان على 20 في رمضان ما صام نصوم عنه او نطعم عنه. طيب بس هي تعمل شنو؟ هي ما صلت صلاه الفريضه، هي ما بتقبل النيابه اصلا. هي ما صلت الايام دي وكانت واعيه. خلاص ربنا غفور رحيم. ما تعيد الصلاه ثاني؟ لا تعيد، هي فاقت من البني. فاقت ممكن فاقت. تعيد تقضي يعني تقضيها ما دام فقد من البني، ما مات، نحن كنا قالنا ماتت في البني. لا حيه ما دام حيه تعال تقضي الصلاه ودي ان شاء الله يطول في عمرها ويديها الصحه والعافيه ويجر اجر عظيم على عمل اللي عملته ده. انها ربت البنتين دي ما شاء الله لحد ما كبروا. لكن نذكر ثاني حته الهبه دي مهمه بالنسبه طالما هي ربتهم وشغاله في الامارات بالتاكيد وفي عندها اموال كثير. اي طيب يعني ممكن تهبهم ممكن تهب ليهم يعني ما لدى ممكن تهب اذا كان عنده ورثه ما تهب المال كله، ممكن تهب التلت للبنات دي تهبه في حياته تسجل لهم في حياته. اي اما لانه يجوز للزول يهب تلت ماله هاي يبقى تهب، لانه لو ماتت وعندها المال دي البنات دي ما بيرثوها لان ما من بطنها. طيب شكرا جزيلا شيخنا الجليل على هذه الافاده. معنا ايضا من النيل الابيض ايناس، مرحبا يا ايناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أبوي مطلق أمي وأمي متزوجة راجل تاني. أيوه. ونحن قاعدين أنا أستاذة شغالة في تندرتي. نعم. في الإجازة بمشي أنا أستاذة في تندرتي. أيوه. في الإجازة بمشي النيل الأبيض. أيوه. يعني أول شيء بمشي بزور أمي وبعد ذلك بمشي لأبوي. أبوي بيقول لي ما عافي منك كم مشيتي لأمك. هل بيقول لك ما عافي منك منو؟ أبوي. انت قاعده مع امك ولا مع ابوك؟ لا مع امي لا مع ابوك. انا قاعده في دخلتي تندلت شعار استاذه. اي يلا في الاجازات بمشي النيل الابيض، امي ساكن هناك وابوي ساكن هناك، لكن امي متزوجه ساكن في بيت زرق. ايوه. بمشي بقعد معاه فتره بعد كده بمشي لابوي. طيب انت بمشي ليه وابوي بيقول لي ما عارفه منك كم اشياء لامك. وبعد الاجازه تنتهي بتكون قاعده مع امك ولا ابوك؟
بمشي بقعد مع ابوي، اول بقعد مع امي يومين ثلاثه وبعد ذاك بقضي الاجازه مع ابوي. ايوه يعني دار تعرفي انه كلام ابوك ده يعني. ايوه عايزه دار اعرف عدم العبو ده جدا. ما بيقولي ما عاش مني ثلاث سنين بس الاخر رقم مشيت له. سبحان الله. هي استاذه شغاله في مدرسه وقاعده في داخليه. ايوه وامها مطلقه ومزوجه رجل ثاني. وابوها اظن فصل منها فتره طويله. لكن بيقول لها ما تمشي. هي ساكنه مع ابوها. هي في الاجازه بتقعد مع ابوها. ايوه. في الاجازه لما تأجي المدارس بتقعد مع ابوها. لكن بتحاول تمشي تزور امها. ما متزوجه هي. الا مو متزوجه. اي سامع اي. ابوها بيقول لها انا ما راضي عنك. لازم هي الاخر لو مشيت لامك. اي لا تمشي. ابوها بيؤسم لانه الحرد على قطيعه الرحم يؤسم الابو والبيت لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق واجب على تبر ما تبر ابوها تقول يا ابوي زي ما انا ببرك كمان يبر امي ما انت ما تمنعني منحتني في الحال اذا ربنا يعاقبك يوم القيامه لانك حردتني على قطيعه الرحم حردتني على المعصيه أي أيوة يبقى ولا القاعده تقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق هي تكلم تنصح ابوها وتزور امه كلام ابوها ده ما عفى منك دنيا واخره يرجع له هو كيف اي يتعاقب به هو لكن ما بينيل شيء لان ما قصرت في حقه ولا حق امه طيب لو ضغط عليها شديد دعي له بهدده بحاجه معليش في الحال اللي كراه اي تضرب التليفون لامه تبرها بالتليفون ما اذا كان هددها قال لها يا زول الثاني مشيت لامك انا بسوي لك واعمل لك خوفها هو الحاله دي ما تمشي والتلفون تبر امها والذنب ما عندها ذنب من جهه امها واذا ابوها يتحمل الذنب لا حول ولا قوه داري لنا ارشاد يا شيخنا لكلام زي ده لانه ده حاصل كثير طبعا حصل الفراق انت اخي طلقت الزوجه المره دي وتزوجت وانت تزوجتها المفروض انت ذاتها تواصل بتلفون بشيء تسال صحتها وعافيتها يوم بيتك وكذا والعشره الطويله للفراق ذاك لكن تمنع بيتك ما تزور امها يبقى انت ترضى انه تكون عندك بيت بيتك دي تكون مع امها، امها تحميها ما تزورك انت ما بترضي ما بترضي نفسك ما ترضي غيرك أيوة. زي ما داير بيتك تبرك كمان خلي بيتك تبر امها. اي دي نصيحه الله يقيمها يا شيخنا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي الناس لما فيه الخير. طيب لو رجعنا لموضوعنا اللي هو موضوع الاذان، شروط رفع الاذان والاقامه يمكن يكون بدينا الحديث عنها بسيط أيوة. لكن كذا نسترسل فيها شروط رفع الإقامة والإذان. طبعا الأذان الزول اللي يكون جهور وكلام باللغة العربية واضح ما يلحن في الأذان، في ناس يأذن حي على الصلاة لا جرة طويل حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله جرة طويل كده أي كل جرة لكن ما يعمل تمويج أيوه أي أحي على الفلاح لا جرة طويلة بالأذان كده يكون بلغ بعدك أي الله أكبر طبعا بالضمة لكن خفيفة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أي بكون بالفتحة والضمة يعني يكون اللسان العجمي أيوة. يعني مرات ما بقولوا مثلا الله أكبر أي واحدين الله أكبر أيوة. ده غلط خالص يعني في بعض من المأذنين بيجيوها كده لا الله أكبر أيوة. لكن ما يقول أكبر لا أكبر مخارج الحروف دي مهمة طبعا أي ما طيب في ناس يعني عندنا قبائل ما عربية يعني بيأذنوا مرات الأذان بيكون مكسر أي بدل شيء طبعا الناس لجنة المسجد لازم يكون المأذن اللي بتختار يكون بيأذن واضح يعني ما يكسر ما يلحن في الأذان لأنه من الملاحظة أيضا في ناس بيقولوا محمد رسول صول رسول الله اي طبعا عندما باللغه بتاعته بالسين محمد الرسول عشان كذا احنا اشترطنا في اللغه العربيه تكون ضروري باللغه العربيه طيب الاذان معروف انه فيه تمهل شويه والاقامه كيف بتكون؟ اي طبعا الاقامه اللي هي اقامه الصلاه اللي خلاص جاء موعد الصلاه طوال المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه يرى كده مرتين قد قامت مرتين الصلاه مرتين الاقامه مرتين دير كل واحده الاقامه مرتين دي كده نكرر الكلام ثاني الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لاحظنا في الأذان في بنقول مرتين وفي الإقامة يقول واحد واحد إلا في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين نقول مرتين. جزاك الله خير. معنا محمد من الجزيرة، مرحبا يا محمد. ألو، معنا محمد من الجزيرة. محمد لو ما سامعنا ممكن يرجع لنا مرة ثانية. طيب بعد الأذان يعني في الأحاديث كلها يقول لك إنه يعني بعد ما تتابع الأذان يعني تقول اللهم صل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة صحيح يا عنا الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد بشير والفضيلة. هل الكلام ده يعني فعلا سنة زي ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى إن من السنة نحكي الأذان، الأذان أول ما ختم نصلي على النبي بأي صيغة، كما صلى الله بالله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أو صلى برهمية نصلي على النبي بأي صيغة. بعدها تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وحدين يقول لك لو الذي لا يخلف الميعاد بس لو وعدت دي اللي هي آخر كلمة في الحديث صحيح البخاري. يبقى بيقول الكلام ده قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. العلماء قالوا معناته استحق الشفاعة، وجبت له الشفاعة، نال الشفاعة. طيب احنا لاحظنا كثير من الناس لما الأذان يؤذن أو يؤذن بيكونوا مشغولين بحاجاتهم يعني يعني إلى أي درجة أدبنا الإسلام إنه إحنا لما نسمع الأذان يجب إنه نتوقف عن كل شيء؟ هنا طبعا متابعة الأذان سنة، حتى بعض الفقهاء قالوا واجبة، يعني تسمع المؤذن توقف أي حاجة تتابع الأذان، لكن الجمهور قالوا سنة متابعة الأذان. أو حتى أنت في الصلاة إذا في صلاة النفل تحاكي الأذان، أما في صلاة الفرض بعد ما تسلم من الصلاة بعدين كن دا أنت دخلت المسجد عدار تصلي تحت المسجد والمؤذن قام يؤذن تقيف تحاكي الأذان وتصلي على النبي وتدعو للنبي بالدعاء ذكرناه بعدك الله أكبر تصلي تقيف واقف ما تقعد تخليك واقف لغاية ما حصل خلص الأذان بعدين تصلي. لو قعدت اللي بيحصل شنو؟ ما لأنه تحت المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أي ضرورة. طيب أيضا معنا من شندي السير، مرحبا يا السير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس هذا الشيخ سؤال واحد. نحن عندنا مسجد نصلي فيه، في اثنين بيقولوا يا صلوا معنا هنا يا صلي برعنا. بيقولوا شنو؟ يا صلوا لنا في الناس اللي في المسجد دي. يا صلي نحن برعنا صلوا في الناس هم برعنا ونصف في ناس وهم غاصين. هون قاصدين شنو يعني؟ قصدهم شنو في الحكاية دي؟ والله يصلوا الحناد بس ما عندك قصد كانوا لا لهم هم يعني يصلوا كذا. وقول كلام هذا مرة ثانية عشان نفهمه كويس. قلت لك نحن بتغام الصلاة في اثنين بيش يجيبه قصاد مكيف. قصاد شنو المكيف؟ المكيف يقولوا في عايز جون صلوا قصاد المكيف ده يعني احنا بنصلي هنا ده بنصلي مع الإمام اركع الإمام يجد منجد معه ونطلع. يعني بيكونوا بعيدين يعني من المصلين الثانيين؟ بعيدين نقصص ايوه مو كلنا لازم تقفوا جنب المكيف يعني يقول لازم والقاعد يحصل شنو طيب؟ اللي بيحصل شنو؟ تختلفوا؟ صلوا برا صلوا معنا صاحي صلوا مع الامام لكن ليه وحدهم؟ يعني صلوا الامام بقيم الصلاه وهم بصلوا لوحدهم نحن نكون في نص الجامع وصاد المحراب يصف مرات الناس تكثر الصف يصلوا ويصف الصف ما يصلوا وهم يصلوا بعيد شويه قصاد المكيف يعني ايوه بدون حاجه للمكيف ده ايوه. طيب شكرا جزيلا سير من شندي.
قال عندهم نفرين في المسجد، المسجد ظنوا فيه مكيف، يبدو انه هما دارين يقفوا جنبه بس. أيوة. المكيف ده بعيد من المنبر او بعيد من المحراب. أيوة. هم بيأمروا الناس يقولون يا اخي صلوا محل الحته البارده دي، ما تمشوا هناك، ما تمشوا بعيد يعني جنب المنبر. هذا المفروض ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لينوا بايدي اخوانكم داخل المسجد، الرتب دي نخليها خالص. أيوة. ندخل بالمد عبيد لله خاشئين لله. اي ندخل عشان نصلي ما نختلف. وقفت جنب المكيف بعيد من المكيف، لقيت الناس تقف ان دار تؤدي الفريضه وتنال الثواب. اما النقنقه والخلاف ومكيف وما مكيف دي يعني تسير الخلاف تشغل الناس عن الخشوع، وبدل ما انت تاخذ ثواب حتطلع بدون ثواب. لينوا بايدي اخوانكم، يعني اخوك قال لك جيب جاي وقرب جاي تسمع كلام داخل الصلاه. طيب في حالة دي هم دين نفرين، والغالبية بيقولوا نصلي جنب المنبر أو جنب المحراب. المهم إنه الصلاة الصحيحة في المسجد في المحراب إذا كان المصلين هنا كتار عشان يتملي المسجد. إذا كان لقوا قدام المسجد في سخانة وفي برودة أو كده اضطروا لي ورا ما في يعني مانع، لكن مش ما يختلفوا. ما يختلف واحد يصر ولا عندنا صلي جنب المكيف عندي كده. الا اي مسجد يكون فيه لجنه محترمه هي اللي بتدير شؤون المسجد وتدي الاوامر وكذي، الناس ما يختلفوا عنها. اللجنه قالت كده خلاص نسمع كلام. وفعلا زي ما قلت المسجد لو ما بيتمري ما في مانع انه نصلي جنب الحته البارده يعني. بس الخلاف ما كويس دول داخل. لو قبل المسجد يتملي وما في حته نقول معليش، صح يا شيخنا؟ اي صح. ودول داخل المسجد داير الثواب، لكن يقعد يضيع ثواب بكثره النقنقه والخلاف. نعم نعم. جزاك الله خير شيخنا، سنعود اليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى، ابقوا معنا بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بصحبه شيخنا الجليل محمد احمد حسن. في هذه الحلقه نجدد التحيه لمشاهدينا الكرام ونذكرهم بانه نستقبل الهواتف بتاعتكم على الرقم الذي سيظهر بين الحين والاخر على الشاشه. وفي هذه الحلقه بنتحدث عن الاذان والاقامه، بدينا حديثنا يا شيخنا عن بعض التفاصيل، لكن في مؤذن تلقى مؤذن، هل يشترط هو نفسه الاقامه الصلاه؟ يستحب يعني كل مؤذن معين للمسجد هو اللي بيؤذن هو يقيم الصلاة. إلا إذا حصل لي عذر مثلا يجي الوقت ضايق ممكن يأذن بعد يمشي يتوضأ، ما بيشترط الطهر للأذان. زول قال لي قال الوقت خلاص جاء وما متوضأ، يأذن يمشي يتوضأ، مش يتوضأ المي انقطعت ولا تأخر وجاء موعد الصلاة، ممكن أن الواحد من لجنة المسجد يقيم الصلاة. أي ما فيها مشكلة، ما في مشكلة. هو موجود اللي هو من المستحب اللي بيأذن يقيم الصلاة. اللي إذا كان المؤذن زي ما حصل كده مرة. لكن برضو مرات الإمام هو ذاته بيقيم الصلاة وبيصلي وبيأذن كله. ما يجمع ما دام المؤذن فيه حتى ولو مؤذن متأخر ما جاء يقول لي زول فلان الفلان يقيم الصلاة. بعد من الناس اللجنة يقول له قيم الصلاة. طيب من الأسئلة يعني شاهدنا كثير من الناس في المساجد مرات الواحد يكون عنده حتة معينة بيقعد فيها. أيوة. ثابتة. الحتة المعينة إذا كان هو متعود عليها ويجي بدري يقعد فيها ما في مانع، لكن ما يتأخر. لو يتأخر وجا لزول لقى يصلي فيها ما يمرقوا. أي لأنه ده ما في حكاية تخصص معه، لكن هو اعتاد مسكين يصلي في المكان ده. نحن اللي عارفين فلان ده بيقعد هني نخلي له حقه محله فاضي احترام ليه. لكن زول جه ضيف ما عارف ووقف في محل زول ده يصلي ما يطرده ولا يرجع. يصلي بعيده قام متأخر مالك. طيب ناخذ معانا اسلام من بحري، مرحبا يا اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني يا اسلام نعم تفضل ارفع صوتك شويه كمان يا اسلام. يعني يا اسلام على نعم تفضل يسمعك الشيخ الان تفضل. صوتك بعيد. العمل بتاع امك. نعم. وانا قلت لك ابوك العمل بتاع امك عايز اقول لك لا يعني. والله يا اسلام انا ما سامعك كويس صراحه كده، ارفع صوتك شويه. الو. مع جراء اسلام ان شاء الله يعاود لنا الكلام ثاني من جديد، تحدث معنا. أذكر السادة المشاهدين أنه بإمكانكم الاتصال علينا في هذه الحلقة من برنامج الفتاوى على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر. نحن نرجع لموضوعنا يا شيخنا، الصلاة خير من النوم، هي طبعا
تقال في صلاة الفجر. أي صحيح. أي. أي. متى تقال؟ يعني احنا عارفين الفجر فيه أذانين. حصل الخلاف بين العلماء هل هي في الأذان الأول أم الأذان الثاني، لكن ما جرد عليه الفتوى في جميع البلاد العربية حتى في الحرمين الشريفين اتفقوا على أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني. أيوة والحمد لله احنا هنا كان في السودان في بعض الناس بيصروا إني يقولها في الأذان الأول، لكن هالساعة اتفقوا كلهم في كل أنحاء السودان إنه الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. طيب المسافة بين الأذانين دي الكم من الزمن تقريبا؟ أي طبعا الأذان الأول يبتدي من التلت الليل الليل الأخير، والأفضل يكون قبل الأذان الأخير بساعة. لأنك أنت لما تأذن قبل الأذان الأخير بساعة، أنا أسمع المؤذن عيل ساعتي أقول خلاص فاضي اللي الأذان الثاني ساعة، أنا أقول بالحال يقطع الجمار وتوضأ وصلي ما تيسر من ركعات وادعو صلاة الليل، بعدها كي يبيع مهلتي في الجامعة أسمع الأذان الثاني وصلي الرغيبة كده. لكن لما تقوم تأذن لي قبل طلوع الفجر بساعتين أقوم معين الساعة أقول أخي لسه ساعتين كثيرة ثاني جر البطانية. أجريت البطانية دي أنت يمكن تفوت علي صلاة الصبح. عشان كده أحسن للأذان يكون قبل بساعة أو ساعة إلا ربع أو نص ساعة. كده معقولة برضو نص ساعة معقولة. برضو زول يقدر يتمكن يصلي ما تيسر ويجي المسجد يصلي الصبح وجمع بصلاة الليل في أفضل وقتها وصلاة الصبح حاضر. نعم برضو حنرجع للموضوع ده لأنه في ناس بيأذنوا قبل الوقت فترة طويلة جدا وكمان بيقولوا كلام تاني غير الأذان. أي لا كلام تاني. وكذا الكلام الثاني ده التهليل والتكبير والحاجات دي تقول في سر. نعم نعم. لكن لو قام قهر بها قد تضيع عليه ثواب الصيام وثواب الأذان. نعم. كده نرجع للموضوع ده ننبه له الناس ثاني مره ثانيه. معنا بشير من نهر النيل. مرحبا يا بشير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. التحيه لك وللفريق العام للمشاهدين والمستمعين اينما كانوا. الله يفتح عليك يا بشير تفضل. ونحيي فيها محمد يصل إن شاء الله معك. والآن ثلاثة أسئلة. سؤال أول عن فضل الاستماع للقرآن الكريم. فضل شنو؟ فضل الاستماع للقرآن. الفضل الاستماع أيوة إلى القرآن الكريم. والسؤال الثاني فضل سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. والسؤال الثالث ما هي الأسباب التي تجلب حب الله؟ الأسباب التي شنو؟ تجلب حب الله. تجلب الله حب الله. جزاك الله خير يا أخ بشير من نهر النيل. أسئلة كويسة وممتازة جدا. فضل الاستماع إلى القرآن الكريم. الاستماع للقرآن قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له انصتوا. يقول الاستماع للقرآن جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. يبقى كل ما استمعت للقرآن كل ما استمعت لآية عندك عشر حسنة. كل ما استمعت لآية عشر حسنة. الاستماع ده معه تدبر ولا ممكن طبعا تدبر ايه كل ما تدبر القرآن ده ما كويس تأخذ ثواب تأخذ الإذا مرض يكون في السيارة الرادي شغال مثلا ايه تستمع بقدر الإمكان ما دام انت راكب راكب سايق برضو تسمع وتسوق ما في معنى. طيب قبل ما نمشي لبقية أسئلة أخونا بشير معنا من نهر النيل أيضا أحمد. مرحبا يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بزار عن الأذان في ناس بأذنوا حي على الصلاة مثلا الصلاة حي على الصلاة. يعني بالتجديد؟ أي أي. أيوة. عايزين نسجروا الأذان مثلا في حي على الصلاة وحي على الرئيس وحي على الصلاة. كويس. نعم. تعال عندك سؤال يا أحمد. شكرا جزيلا. بقيت أسئلة أخونا بشير من نهر النيل قال فضل سورة الإخلاص. أيوة. وأنا دار النبي هنا شيخنا معلش. أيوة. في ناس بيقولوا صورة. صورة طبعا تختلف من سورة. طب بالسين. بالسين. بالسين سورة الإخلاص. الصورة دي ما هو الصورة اللي بعرفها احنا يعني ظاهر يعني. سورة حتى ذاتها مكتوبة سورة بالسين ما بالصاد. ما بالصاد. أي سورة الإخلاص. الصورة والسورة. لكن لسان الناس بيغلب عليه هنا سورة الإخلاص لكن سورة الإخلاص. نعم. أي يا ولد في أنا عديت الأحاديث المرد علي
في فضل سورة الإخلاص 40 حديث. 40 حديث مرت عليه في فضل سورة الإخلاص. ما بدي إني اطلعت على كل الأحاديث بس المرت عليه بس 40 حديث في فضل سورة الإخلاص. نقرأ منها حديث واحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث قالوا معنى تعدل ثلث القرآن فسر بتفسيرين. التفسير الأول قالوا معنى تعديل ثلث القرآن اللي قالوا أحكام القرآن 3: قصص وأخبار وتشريع وأحكام وتوحيد. الثلاثة ديل وسورة الإخلاص اشتملت على التلت الأهم والأشرف وهو علم التوحيد. فكانت بالنسبة للقرآن تلت. التفسير الثاني قالوا معناته بذر سورة الإخلاص بحضور قلب فاهم لمعنى كلماته مصدق مؤمن موقن بكلماته ربنا دي تلت ثواب القرآن. يا سلام. سبحان الله. طيب أيضا بشير بيسأل: من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى؟ اللي هي طاعة الله تعالى. اللي يحب ينفذ أوامر الله وطيب الله وطيب الله الرسول. طاعة الله امتثال أوامر الله، تأدي الفرائض ربنا فرض عليك، تترك المحرمات ربنا بيحبك. طيب أحمد أيضا من نهر النيل قال: في ناس بيمدوا في الحي على الصلاة. في مد شديد هنا. أي في الأول قلنا يقول لابد الزول بأذن الله يكون باللغة العربية الفصحى وما يمد ما يجيب موجات في الأذان ما يشدد كده. الأذان واضح كده. أي حي على الصلاة. أي. طيب من الأسئلة أيضا اللي احنا لازلنا عندنا في الحلقة دي: حكم أذان وإقامة المرأة. أي هنا ده العلماء قالوا يعني جمهور العلماء. أول حاجة كل العلماء كل المذاهب الأربعة قالوا إقامة الصلاة لا تسن للمرأة. أي تصلي بدون إقامة. ورد حديث وقد استدلوا به أن المرأة ما عندها أذان طوالي مخفت في الصلاة دار تصلي العشاء تعمل النية وترفع اليدين الله أكبر ما تقيم الصلاة للمرأة يعني في حق آية. أما الأذان طبعا الأذان هنا ده للرجال يعني. نعم. أذان الرجال. طيب الحاجات اللي برضو بتثير كثير من انتباه الناس في بعض المساجد بيأخروا شوية الأذان يعني الوقت يكون دخل يكون تاني بعد ربع ساعة حتى يقوم يأذن يكون لسبب مثلا المسجد كان مقفول يكون المؤذن تأخر في البيت أو تأخر لأي سبب الأسباب هل بعد ده الوقت ما يخش أنا لازم أأذن ولا ممكن خلاص أكتفي بأذانات الله؟ أيوة طبعاً هذا المسجد لابد يأذن يقيم على شعيرة الأذان يصل حتى ولو جاء المأذن متأخر نص ساعة والمأذنين صلوا واحد وثلاثة ممكن يأذن أي ما فيها حاجة لأنه متأخر لكنه مطلوب من المأذن ده يحرص كل الحرص على أن صحته تكون مضبوطة 100% ولأنه يترتب عليه ثواب عظيم ويترتب عليه واحدين صائمين واحدين دار يمسكوا من الصيام لابد المؤذن ده خاصة صلاة الصبح يعني للساعة كك جاء الوقت يأذن ما يتأخر ولا يتقدم دقيقة يحرض على كل حرم حتى الأذان الأوقات الثانية اللي نفذول منتظر دار يصلي العشاء وماشي مشوار أو دار ينوم كابز على النوم يبقى ما يأخر الأذان جرد ما سمع الأذان يقوم يبتدي يصلي. نعم. طيب ممكن الزول يعني يصلي في البيت لو دار يصلي قبل الجماعة يعني ممكن يصلي قبل الجماعة. طبعا صلاة الجماعة هي لسنة مؤكدة زول ما يتأخر عنه إلا العذر زول مريض في النسوان مع صلاة الجماعة ما يسلم في البيت زول مريض دار يصلي يعني في البيت ممكن يصلي قبل المسجد يعني بعد الأذان ممكن يصلي قبل المسجد في الأوقات. أما صلاة الجمعة قالوا الزول الفرض عليه صلاة الجمعة ما يصلي الظهر اللي هو يوم الجمعة إلا بعد الإمام ما يفرغ من صلاة الجمعة نظر لنا في ذلك في شباب يتكاسر ما يمشي صلاة الجمعة قال نحن نصلي الظهر قبلنا ما بيقدروا نصلي الظهر إلا بعد الإمام ما ينتهي من صلاة الجمعة لأنه واجب عليهم صلاة الجمعة. أما زول تاني زي أخواتنا النساء مجرد ما سمعت الأذان بتاع الظهر الإمام صلى الجمعة ما صلي يصلينا الظهر عادي. طيب معنا من الخرطوم أيضا ميم. مرحب يا ميم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا يا شيخنا عندي قضاء صيام شهرين علي يعني علي صيام شهرين
في حمل الولادة المهم ما قدرت أعطوني. أيوة. وانت تفضلت علينا قلت يا إطعام أو غداء. أها أنا دار قبل شهر ودار طعم شهر. الإطعام أنا محتار إنه كيف أختار المسكين. يعني ممكن أدل الناس قالت حمل ورضاعة. قال لك بسبب الحمل والرضاعة ولا سبب تاني؟ أيوة حمل ورضاعة. طيب أنت محتارة في شنو الآن؟ محتارة في شنو؟ يعني كيف أعرف أزول المسكين ده كيف وديه ومثلا أشوف الناس في بيوتنا ولا ممكن الناس الشحاتين في الشارع دي العادية يعني. كيف تعرفي أيوة المساكين؟ طيب شكرا جزيلا. مين من الخرطوم قالت عندها شهرين ما صامتهم بأسباب حمل وولادة. أي. بس هي محتارة الآن يعني تدي الناس دي كيف تعرف المساكين دي كيف قدرت تطعم يعني. هي طبعا الحمل والرضاعي لو عندها شهرين ديلي بسبب الحمل والرضاعي اختلف العلماء. عندنا المذاهب الأربعة قالوا الحامل المرضع يقضيان تقضي وبعضهم قالوا مع القضاء تطعم. أما عبد الله بن عباس ومعه خمسة من كبار علماء التابعين في مستوى الإمام مالك وشافعي قالوا الحامل المرضع يطعماني ولا يقضياني. هي نخدتها في مذهب الصحابة تطعم. طيب تطعم كيف؟ طبعا هنا ده الإطعام 35 جنيه للنفر الواحد. نعم. كان في رمضان زعونة المجمع 35 جنيه كل مسكين تدي 35 جنيه. طيب تطعم كيف؟ أول حاجة مثلا هي النسوان بيعرفوا أن الجيران الفقراء أكثر من الرجال. أنت تقول مثلا البيت داك أبوهم ما شغال أو دخل بسيط العيال كتار ما بيكفي مسكين. الدخل ما بيكفي. نعم. تشوف عددهم كم؟ سبعة أضرب سبعة في 35 أدون حق السبعة يوم تدوا لأمهم. أيوة. أمهم حتى تجيب لك اليوم. البيت ده فيه كم؟ تسعة أضرب تسعة في 35 أدوا حق التسعة يوم. البيت ده فيه كم؟ ثلاثة. ثلاثة في 35 حق الثلاثة وكذا تمت بالطريقة دي تكون وزحتيها وكذا على شرط البيوت اللي بتديها يكون ناس فقراء. ما يكون أغنياء. هاي وانت جارات بتعرف الجارين المساكين أكثر من الرجال. طيب احنا يا شيخنا ارجع لموضوعنا القبيل قلت لك في بعض المؤذنين بيقوموا ينبه يسموه النباه. ايوه النباه ده بيقوم بيقول اشعار وكلام كثير يعني قبل ما ياذن. هل يجوز ذلك؟ ممنوع خالص. الحقيقه دي بدعه وكل بدعه ضلاله. يوقف الحاله دي ربما لاقوال التهاليل دي والحاجات دي واذن وربما ينحرم من سبب اللذان. لانه دخل اللذان كلمات ما من اللذان. انت الشرعي جرع الكلمات دي لا زيد ولا تنقصين. هو بيقولها قبل المؤذن ما ولا قبل يقول في سرك سبح في سرك هلل في سرك وكبر واقرا وسبح في سرك. لكن كلمات اللذان دي ما حقتها حقت الناس اللي بتدعوهم للصلاه. تجيبين تمام لا زويد ولا تنقصين. طيب في ناس بيصلوا في الفلاة يعني يكونوا في الخلا في الزراعة كده في أودي يكونوا مسافرين هل يحق لهم إنه برضو يأذن؟ أيوة. طبعا هنا الزول في الحي أنت ساكن في بيتك أيام ما بتقدم للمسجد أذان الجامع يكفيك. ناس حصل وفاة وقالوا المسجد بعيد دارين نصلي المغرب في مكان الفراش البكا هل يأذنوا؟ لما يأذنوا لين أذان الجامع حقهم يسمعوا سنة في حقهم يسمعوا. زور في الخلا مش عنده لوري مش يجيب الخرصانة من الخلا ممكن يأذن. ولذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لأحد الصحابة إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يبقى أنت مثلا زي أخوانا المشين يجيبوا الخرسانة من الخلا واحد عنده متر في الخلا عنده بهاي مرعاة في الخلا عنده مزرعة يا وقت الصلاة أذن وارفع صوتك بالأذان. ما عاوز دول يصلي معاك يصلي ما معاك صلي براك. أذان في حقك سنة. وأشوف أي حاجة لما زول في الخلب يأذن ويرفع صوت الحجارة الشياطين البهيم البرع جنبك ديلة يقول نشد لكم الغيام. يا سلام فضل كبير والله يا شيخنا. طيب في واحد بيسأل يقول بعد الإقامة طوالي في ناس بيدعوا قبل ال أيوة صحيح. فورد حديث إنه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يقول أنت سمعت الأذان وصليت على النبي وسألت للنبي الوسيلة في الحالة دي تدعو. أنا قصدي أنه بعد الإقامة يعني مثلا بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام لا ما في وقت بعد الإقامة دعاء. أنت الإقامة تحاكي الأذان الإقامة في سرة المؤذن يقيم في الصلاة تحاكيها زي ما بتحاكي الأذان بعد ذاك تدخل في الصلاة طوال ما في وقت للدعاء. يعني إذا لو جاء المسجد والأذان أذن ممكن يدعو ما يشاء لحد وقت إقامة الصلاة. أيوة الدعاء بين الأذان والإقامة مستيقظ. نعم معنا وجدان من بحري. مرحبا يا وجدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك والتحية للشيخ الفاضل. الله يفتح عليك. ربنا يديك العافية. طيب عندي سؤالين. أيوة. السؤال الأول عايز أعرف يعني حكم الشيوخ يعني بيقول لك ده شيخ بيعالج بالقرآن. فمثلا من شوية والناس بتعالج منهم يعني هم كان عندهم سحر مثلا هم أي مشكلة فبيقوم بيديهم حجابات حجاب يعني بيقول لك ده حجاب مكتوب فيه آيات الله يقوم ملازم معاك. حكم الحجاب ده شنو؟ أو مرات يديك موية كده يقول لك الموية دي عزمي لك فيها أشرب منها غسل منها وشك كده المحاية يعني. أيوة المحاية بيمحل القرآن الكريم بموية وبيقول لك أشربه صح؟ أي موية يكون عزم فيها أيوة جرب فيها وبيقول لك أشرب منها. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني عايز أعرف إنه قراية القرآن لحوجة يعني حسيت بروحي مثلا أموري ما مضبوطة بقوم بمسك المصحف بقرا كثير عشان الله يسهل علي. قراءة القرآن في حالة الحوجة بس يعني؟ يعني بقرأ لي حوجة مثلاً. أيوة. وما بس يعني لكن وقت أحس بأنه أصلاً مضايقة شديد بقوم بقرأ القرآن. أيوة. تلجأ له يعني. كويس. جداً يا وجدان شكراً جزيلاً. إن شاء الله الزمن يكفينا نجيب لأن الأسئلة دي معقدة شوية. قالت الناس بيلجأوا لبعض الشيوخ بيقروا بيعالجوا بالقرآن الكريم. وبعد ذلك بده الزوال مثلا آيات مكتوبة في ورقة كده بقول له ده حجاب ألبسه وبده مرات بيكتبوا القرآن وبيمحوه كان في لوح اللي في ورق بيمحوه له وبقول له اشرب. هو الأفضل من ده كله أن زول يحصن نفسه بنفسه. في آيات كثيرة في أذكار في كتب في أحاديث كيف الصباح تقول شنو في المساء تقول شنو في الدعاء تقول شنو كل ده موجود. الزول لو حفظ الأدعية دي ودعا بها وتحصن بها أفضل من يمشي للناس دي لأنه الناس اللي ذكرتهم ديلا ما كلهم بيخافوا الله. واحدين بيستخدموا السحر واحدين بيستخدموا السفلي واحدين كده والبخر دي ما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه حجبات ولا بخرات كان بيتحصن بالأذكار الوردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكثيرة ميسورة الزول يتحصن بها ويتوكل على الله. أما دي القرآن ورد عشان نحن نقرأ نتعبد بتلاوتي ونتحسن بتلاوتي. أما نكتب بخرات ومحايات ما ورد في السنة. والناس اللي بيعلي ديلا يعني تقريبا ثلاثة أصناف. صنف بيخاف الله تمشي له زول عنده وسوسة عنده مس من الجن بيقرأ له آيات من القرآن ويسأل ربنا يشي لا بيعمل له حجاب ولا بخرات. يقرأ القرآن ويسأل ربنا إنه يبطل السحر ده ويبطل العين ده ويدير رغية شرعية. بيخاف الله ما طمعان في قروش ولا شيء يساعد الناس دي معلي في الصنف بيخلط بين القرآن وكلام السحر. شغل تجاري. أيوه. داير قروش ولفوا على الحاجات دي. نعم. في الصنف الثالث عنده سفلي بيستعين بالجن مردة الجن دفع الثمن لملك الجن ملك الجن يدو خدام. هالخدام ده اللي يستعين بهم في الطلاسم والعلامات السحر والحاجات دي. هذول ما بيضمن انه عشان أيوه. كده الضمان عند العلماء قالوا انت احسن بنفسك ترغي نفسك بنفسك ترغي جناك بنفسك. أي. نعم نعم. طيب سريع ناخذ ليم من بحري ان شاء الله سؤال سريع كده يا ليم. مرحبا تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك وتحياتي للشيخ مصطفى. الله يفتح عليك تفضلي. انا عندي اخت مزوجه. انت مزوجه لاختك؟ لا اختي. ايوه. حصلت مشكله بينها وبين زوجها بسبب شغلها. يلا وقام زوجي يعني قال لها إذا مشيت شغلك أنت طلقانة. وقامت في حماقة منها كده مشت. فأنا بس دار أعرف إذا كان الطلاق ده وقع ولا ما وقع وإذا وقع الحل شنو؟ الكلام ده طول ولا قريب؟ والله قريب ليه كم يوم. بس هم قاعدين مع بعض ولا؟ لا لا هي جات عندنا البيت. أيوة. طيب شكرا جزيلا. ليم بتقول عندها اخوتها ايوه متزوجه وزوجها قال لها يا اخي ما تمشي الشغل سنة. لو مشيت انت طلقانه
ايوه وهي مشت الشغل هسه الان هي زعلانه وقاعده في البيت اظن ولا هو أيوة زعلان أيوة منها قال لا امشي ما بعرف لكن في النهايه هي قاعده معه في البيت أيوة هل يعتبر الطلاق ده واقع؟ أيوة طبعا ده في ده اسمه الطلاق المعلق والنص في قانون الاحوال الشخصيه الماده 130 الف النص بيقول شنو؟ لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه الا بالنيه يبقى نجي للزول ده ابو البيت دي يجي للزول ده يا اخي انت قلت لبنتك لزوجتك مشيت الشغل طلقان وهي مشيت الشغل ونحن لا هي لا انا ما برا في قلبك شنو وربنا بيسالك يوم الغيام انت قلت الكلام ده قصدت الطلاق وقصدت التخوف عشان ما تمشي الشغل اذا قال قصد الطلاق يبقى وقعت الطلقه بمشيها للشغل قال انا يا اخي ما استغنيت منها بس حق مشيها للشغل ما قصر في حق الولادات وكذا قلت نعم تمشي شغل عشان تعتني بالاولاد ديله انا ما استغنيت منها ما قصدت الطلاق ولا شيء في النهايه يرجع له هو بس اي يبقى الحل الطلاق ما بيقع حسب النص لا يقع الطلاق المعلق معلق اذا مشيت الشغل انت طالع لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه الا بالنيه نشوف نيته شنو اسالوه بس انت تمشي بس نعم امشوا انتوا اسالوا الراجل ده قول له انت كنت قصدت شنو يعني من كلامك ده شاكرين لكم مشاهدينا الكرام على الاسئله الجميله والحيه الليله كانت في هذه الحلقه من هذا البرنامج فتاوى بصحبه شيخنا الجليل محمد احمد حسن على امل ان نلتقي بكم في حلقه اخرى من هذا البرنامج الاسبوع القادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته